قولوا لهم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ماذا قالوا لها؟ الأمر إليك، انظري. اللي تشوفه يا فندم. يعني انا فهذه ثقافة، هذه ثقافة ترسخت في وجداننا، عدم القدرة على اتخاذ المبادرات، وهذا غلط، يجب أن نتحرر منه الآن وندع هذه الثورة تعلمنا كيف نتخذ المبادرات وكيف أن نعمل الأشياء بقناعاتنا وليس بالتقليد للآخر. طيب يعني معذرة على هذا السؤال، يعني ارفعوا أيديكم على الثوار، أو أقل شيء خرجوا الآن إلى الشباب أو إلى الشعب، وضحوا للناس ماذا تعملون في 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 الغرف المغلقة، في الاجتماعات، في اللقاءات، ماذا تعملون؟ يعني قولوا والله وصلنا، ما وصلناش، اتفقنا، ما اتفقناش، هل أنتم موافقون يا شباب على ما أجمعنا عليه؟ هل نتحاور مع فلان؟ هل لا نتحاور مع فلان؟ هل نوافق على هذه المبادرة أم لا؟ يعني أطلعوا الناس، أو يعني ارفعوا أيديكم عن الثورة الشعبية واعملوا جهودكم السياسية وجهودكم، طبعا يعني مشكور على جهودكم الطيبة، ولا أحد ينكر ذلك، لكن أضاف اليمن يعني ارفعوا أيديكم عن الثورة أو عن الشباب بمعنى أصح. هناك مرحلتين، مرحلة عمل فيها المشترك حتى أوصلها إلى مرحلة الثورة، صحيح صحيح، ولا يجوز لأحد أن ينكر هذا الجهد نعم الذي يعمله المشترك. نعم لا أحد يقول صحيح، نعم المرحلة الثانية ما بعد قيام الثورة، وهي أن المشترك انصرف إلى العمل السياسي، وكان على أساس أنه سيترك الجهد الثوري للشباب، لكن كان المفترض أن يتم عملية التنسيق بين الطرفين بشكل أفضل، وأن يعطى كما قلت، أن يعطى الشباب نفسيا الصلاحيات، سمعت، وأن يكون واضحة لديهم، لأن هذا كما قلت أنا ناتج ثقافة أننا ننتظر الآخر. تعرف أنا قلت للشباب في إحدى المبادرات، في إحدى المحاضرات، قلت لهم أنتوا وإحنا مثل قصة واحد كان يخرج يصيح، لما تبدأ تقرب المضاربة قال اطلع له يا عبده، تمام، فأنتم راعين، لما توصلوا إلى الحوزة تقولوا يا مشترك، ولما يبدأ المشترك تقولوا بلاش، سمعت، ارفعوا أيديكم عنا. فالحقيقة في خطأ مشترك. والله يا دكتور، ان الشباب والثورة الشعبية والثوار يعني جاهزون لما هو اكبر من ذلك. جميل، وقد بدليل قد صمدوا، يعني الآن دخلنا في الشهر السادس وضربوا أروع الأمثلة في الثبات والتفاني والصبر، وقدموا الشهداء وقدموا الجرحى، وكل ذلك ما يعني من أجل هذا الوطن، من أجل حرية أشهد وكرامة المواطن. يعني أشهد أنك على حق في ذلك، وأن الشباب كان لديهم من الشجاعة والتضحية والمبادرة ما نعتز به ونفتخر لكن به. انتم في بعض المواقف خذلتموهم، كم فرص جاءت الى اللقاء المشترك لم تستغل بالاستغلال المناسب، ما كان المطلوب، ما نفعل، من جماعه الكرامه ما الى كان. محرقه تعز، معذره يا دكتور، الى يعني اخر شيء الان، يعني الذهاب الان علي عبد الله صالح وكل اركان نظامي الان ذهبوا كلهم خارج البلد، الان البلد يعني في فراغ. يعني انا اسالك سؤال بس، لازم نكون، ما كان المطلوب ان نفعل؟ انا اسال ضع سؤال هذا، نفسك، ضع نفسك في موقع المشترك وقل كان المطلوب أن تفعل كيت وكيت وكيت، لأنه لا بد للصراحة للشباب. لماذا لا يتحرك الشباب مثلا إلى أن هذه الوزارات أليست هي حق تابعة للشعب، بدل أن تظل هكذا؟ هل يمتلكون القدرة على أداء ذلك؟ أي ثورة تحتاج إلى تضحية يا دكتور؟ أنا معليش، أنت تضحي لكن وأنت قادر تحقق الهدف، لكن أن تضحي وأنت غير قادر على تحقيق الهدف تصبح تضحية بلا مردود، وستؤدي إلى نتيجة عكسية، إلى تراكم الإخفاقات وبالتالي الإحباط. ولهذا لما تناقشنا نحن وإياهم قلنا لهم طيب، قالوا أنتوا نريد تصعيد الثوري، قلت لهم جميل وإحنا معكم، اعملوا خطة، قدموا لنا بما فيهم الدكتور محمد الظاهري كان موجود بنسميهم دكاترة الشباب، وأحمد بن مبارك وغيرهم، ضعوا خطة للتصعيد الثوري، وتعالوا لما يقول لكم المشترك ماشي في مثل هذا الحال عندكم الحق. إذا خطوة عملية أن الشباب يعدوا برنامج عملي، وإن كان متأخر بعد يعني لا يزال الوقت، مقدمنا على رمضان وكل عام وأنتم بخير، وعن خيب صورتنا في الساحات يعني، ونصلي التراويح في الساحات يعني. أنا أريد أن أقول المسلمون، أعظم انتصارات المسلمين كانت في رمضان الكريم، 17 رمضان كان انتصار بدر،
هو شهر الجهاد، الله شهر يبشرك النضال. يعني هذه بشاره انا سنظل يعني في هو شهر، لا انا بنقول رمضان يعني نتفائل برمضان شهر النضال، هو شهر النضال وشهر الجهاد، ونرجو من الله ان يكون ايضا شهر النصر. سنرمض ونعيد وهكذا، وما اجمل الساحات في ليالي رمضان. يا سلام، هذا خرج هنا الثمر ولا خرج الناس للثوره والتغيير سيكون فيها الدراسه وسيكون فيها الفكر وسيكون فيها كثير من النقاش والحوار والإخصاب ومزيد من الوعي. هل تعرف أن الساحات خلقت وعي كبير جدا، وخلقت اندماج وطني رائع من جميع مناطق اليمن بمختلف قبائلهم ومناطقهم ومذاهبهم وكل أفكارهم وآرائهم، وأصبحوا جميعا في بوتقة واحدة يقولون الشعب يريد إسقاط النظام. طيب، معنى في هدف واحد ومحدد في الشمال وفي الجنوب، أليس هذا رائعا دكتور؟ أليس هذا إنجاز؟ صحيح صحيح. نعم دكتور، هل سقط النظام؟ أولا النظام في رأيي ساقط أصلا، لكن قل هل افتكت يد السلطة من مؤسسات الدولة أم لا تزال السلطة المحتكرة للسلطة والثروة لا تزال ممسكة بمؤسسات الدولة؟ يعني أنا بقول في سلطة تستخدم إمكانيات الدولة وليس في دولة. يا دكتور، لا يزالوا يا لقاء مشترك يا دكتور. يعني الآن لا علي عبد الله موجود، ولا رئيس مجلس الوزراء موجود، ولا رئيس مجلس النواب، ولا أركان الدولة، ولا شيء. يعني الآن لا ندري. والسؤال اللي وضعته في أول الحلقة، من يدير البلاد الآن؟ هل هو السفير الأمريكي؟ هل سفراء بعض الدول العربية اللي هنا، دول إقليمية أم السعودية؟ هل أولاد علي عبد الله صالح؟ هل نائب الرئيس الآن الذي يقول أنه أن يمسك وظلنا نصفق ونأمل من نائب الرئيس ولعل وعسى، وبالأخير يعني كما يرى الكثير بأنه فعلا لا يهش ولا ينش، وهو يزمن النظام، لم يقدم ولا يؤخر. ولا ذلك اللقاء الأخير مع شبكة CNN الأمريكية، لعلك سمعت المقابلة. يعني أي نعم، أولا أنا أتفق معك أنه ليس هناك من يدير، هناك من يتسلط ويمسك، وهذه المؤسسات التي بنيت خلال هذه المرحلة هي التي تمسك إلى حد الآن بهذه المؤسسات وتستخدم إمكانيات الدولة. بالنسبة للنائب، الحقيقة إحنا لما التقينا معه وكان انطباع، خرجنا بانطباع جيد أن لديه استعداد أن يكون. أنا فوجئت بالمقابلة، ولما سئلت في الجزيرة قلت لهم كانت مقابلة غير موفقة، ولعل النائب تذكر أنه أمين عام المؤتمر الشعبي ونسي أنه يتحمل اليوم مسؤولية كبيرة يجب أن يكون فيها على مسافة متساوية مع كل اليمنيين وكل الأطراف. ألا ترى أنكم أعطيتم النائب الرئيس أكثر من حجمه؟ إذا كان الآن أولاد علي عبد الله صالح لا يأتمنون بأمره، يأتم أمره كما قالوا في حرب، في الحرب على القبائل في أرحب وفي نهم، أي عمل عسكري لا ظهر نائب الرئيس. لكن الآن الكهرباء والماء، ويقطعون على الناس الآن الكهرباء، ويقطعون الناس المشتقات النفطية، ويحتجزون الناقلات النفط خارج صنعاء من قبل يعني أولاد علي عبد الله صالح، من قبل بقايا النظام. هذا يعني يفعلون في البلاد ما يريدون، يعيثون في البلاد ويفعلون ما يريدون، لا نائب ولا لقاء مشترك مع احترامي يعني كأنهم ضعيف، ولا ثوار تحركوا يعني بشكل ثوري. يعني هل تعتقد أولا أن الوقت كافي للنائب الذي أقصي خلال هذه المرحلة الطويلة من أي عمل وعاش في الظل، وكان كل ما يوضعه أحيانا يروح يقص شريد أو هذه ولا دخل له بكل قضايا الدولة، هل تعتقد أن الوقت كافي لكي يستطيع أن يتبين مواقع أقدامه؟ هو قد قال الشهر لا تكفيني أنا الشيء 2013، الشيء حسني في هذا ولهذا السؤال الشيء 12 بما تبقى من الثروة. يعني هل يستطيع النائب فقط أن يقر بانتقال السلطة ويلزم المؤتمر الشعبي بالاعتراف بانتقال السلطة، وبالتالي يدعو المعارضة ويدعو المؤتمر الشعبي لاستكمال المبادرة؟ أنا بقول هذه تصبح يعني ما زلتم تؤملون في نائب الرئيس يا دكتور؟ لا ما أنا يعني أنا في مقابلة، معذرة، المقابلة الأخيرة يقول يعني أن المعتصمين السلميين، لكن هم صح معتصمين لكن الأسلحة مطروحة بجانبهم.
هذا نائب يعني كان الناس يتفاؤلون منه خير الثوار، والشعب يمكن النائب يطلع افضل واحسن، لكن طلع نسخه طبق الاصل لعلي عبد الله صالح، يعني يقول انه الرئيس يمثل عامل توازن داخل اليمن، وانه لن يكون احد قادر ان يحل محله، وانه سيستمر نائب رئيس حتى عوده صالح. أنت مش معترف بالثوره اصلا، ولا معترف ان هناك ازمه في البلاد هذه. أنت تعرف، هل تعرف قصة النسر الذي اختطف جدي صغير، ثم الجدي فلت من النسر، ولكنه كان كلما شاف نسر هرب، كبر وأصبح كبش كبير وأكبر من النسر ولا يزال يهرب. قالوا له يا أخي ما لك أنت بتهرب، أنت أصبحت أكبر من النسر. قال فجعني وعدني صغير. فجعني وعدني صغير. إذن هذا هو وضعنا الحالي. طيب دكتور نكمل ما تبقى، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل.